أهلا بكم أصدقائي المشاهدين، هنا مهد كرة القدم، هنا محافظة البحيرة، حيث الأجواء الجميلة والمثالية لكرة القدم. ومن قلب دمسنا إيتاي البارود ننقل لكم الحدث الأعظم في المحافظة بين فريقين العنتيل والحج رشدي. هنا الإبداع، هنا دمسنا وكرة القدم. حكم اللقاء حازم تركي يبدأ اللقاء بالتصفيق الحار بين اللاعبين والنشيد الوطني الصايع لدمسنا. من أجل دمسنا رمينا الجلابية وجينا بلبسنا علشان نعلن إفلاسنا، وبالغلق والفاس جايين نمتع كل الناس، واللي هيخرم الكرة هناخده في الضرة. أصدقائي المشاهدين، هي كلمات من أعماق الزريبة بتاعة الحج رشدي أبو حبيبة، فأهلا بكم في الدرب العظيم يا سادة. أنور منتصر الحكم 29 ينزل بالغلق وبشعار دمسنا جايين بزلعة الضرة علشان نمتعكم بالكرة. حكم اللقاء بيطلع الكرة من الغلق، وهذه هي أحدث التقنيات لدينا في محافظة البحيرة، بتنزل الكرة في الغلق. حكم اللقاء بيجري القرعة على ظهر الغلق، ياخد الكرة الحج العنتيل والكرة، وادي مين الحج عنتيل كسب. القرعة نزلت على بطن الغلق وبداية المدعكة بين أنابيب الغاز. هنا مباراة تخينة من العيار الثقيل جدا جدا، يزن 2.5 طن، وتمريرات ما بين الجلاليب وما بين الكلسون والسديري والإبداع. واتفرجوا واستمتعوا يا ناس، شركة الثقة لتصوير وإخراج عالمي للقاء، وشايفين الكاميرات لسبايدر مان. واتفرج يا فنان، بدأ اللقاء باشتعال علشان نعرف الناس ان اللقاء ده محمول على جاموسة. وادي حارس المرمى، يا عيني يا عيني يا عيني على حراسة المرمى الألمانية طبعا. وادي اندلق على وشه، شكله ما شربش الحليب ومحشش البرسيم، والرجالة كلها. وادي واحدة يا ساتر نزلت في الزريبة بتاعت أم حبيبة، وادي واحدة لما وارتو وارتو، فارجع ينصر دينك هيوقع السور بتاع الزريبة بتاعت أم حبيبة. يا عيني يا عيني، عفر وملى الدنيا عفار، عمتنا منك لله يا عبد الغفار. يا عيني يا عيني على الإبداع ويا عيني على التصوير. وادي واحدة تانية يا ساتر، وادي جول 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 جول، عبد الغفار ولع حرار، ودمسنا نزلة وبتعمل دمار. الكل بيحتفل بالهدف الأول القاتل في مرمى العنتيل. يا سلام يا سلام، الإخراج العالمي من شرق سقة يا جدعان. وادي دمسنا من فوق، وزي ما حضراتكم شايفين طرعة الميسيسيب اللي بتعدي، واللي رايح واللي جاي بيحب وبيلفلف. يا عيني على الإخراج، ويا عيني دي مش مدينة دمسنا، دي مدينة برشلونة. وادي هجمة وخطرة خطرة خطرة، وجول جول جول جول. يا عيني على الإبداع، اللي بيسجل هدف بيموت، محدش قالك تجيب جوال يا فنان. يا عيني يا عيني، التعادل 1-1، وشايفين الثقة وبالجلابية واللباس، وجايين نمتع كل الناس. وادي في ايه ده، في شد بفخاده الحج العنتيل، قالوا شد بفخاده لما رفع الكرة لفوق، بقاله 43 يوم محشش برسيم. يا عيني يا عيني، هل ممكن نشوف عربيات اسعاف وممكن نشوف تألق؟ ودمسنا النهارده وادي اترفع منه الطاقية، اللي بيوقع بيموت يا جدعان. ايه ده، عربية الاسعاف، عربية الاسعاف نازلة تشيل العنتيل اللي قالوا شد في الفخدة اليمين. يا عيني يا عيني يا سلام، وجايدة جايين يشيلوه بالفاس. اسكل اسكل يا راجل، ارميه برا. وطبعا السداري يتوسخ، ده الحج هتخليك تحلب البط والفراخ. يا سلام يا سلام، شكرا للعظمة يا دمسنا ايتاي البارود،